بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه ومصطفى وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه. أما بعد، فيقول رب العزة جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. عشر كين عاو حكب الله بنا يا يد سقالي يتبنات من سورة يوسف كم ذا وحانا جوكسن دونا ماشي وقته إن لقارو. قال تعالى ربي وحيي سبحانه وتعالى: وجاءت وحا تمد سيارة صعطا تمد أو صعطا ديبا وكي مادين مدينيو ماشاس ليلة شام بي كي مادين مصر نوي وسعدين فأرسلوا وحي الدرين واردهم كودي بيها كو أرورا يكاسا الدرين فأدلى مركو بيه يمدنا ولا المي دلوه أعلى المي ودان تسيب عيلك كسي دايي مركو كسي دايي عيل كيف تعلق يوسف باقب صدي مركاس سوجي دي مركاس أركوي القروح بغن وعد. قال وحويري نكي وارد كاهاي يا بشراي توا بشارة ذي وفرحي ذي هذا كان غلام وويل ويل وياه غلام ويري يا مركا وتقرن كرتا انو اد ادا وينين واسروا ويسريستينو هو يوسف ولاليه باسريستي بضاعة وحيكدين الضون مارت محمد هاي اي ابسن ايام بيكدين والله ابن عليم اللي قال بدويان بما يعملون وحي سمعين يانا إله وقال بذن يهي وشروا ويبسدين هو مارت غلام كيا بثمن العقب كوكتين بخس أو قيمة ير العقب تنفت يذاب قيمة حن أما عدد كيدي يتريد يذاب ير دراهيم وحي كو يبسدين العقب تا دراهيم تلي يراهدو كوكتين معدودة أول تريي وكانوا وحي هذين فيه يوسف الحديثة من الزاهدين وحدنا وكليين وسنجرين بوي بو النغضي. وقال دينا وحوير الذي كي اشترى إبسدي هو يوسف من مصر في مصر ما قال هذا مصر ليلا لإمرأتي حاسكي سيب وحكويري أكرمي درجة وقيمة وكرامة مثواه ويل كان مقام كيسة هذي تهجيف يهدي عند التهي يهدي عب التهي يهدي إكرام كلا التهي با ويلكن إكرام بكويره عسام مدن أن ينفعنا إنو وحنا تاره وأدوية النظا وحنا قطره وحنا قسوه كرديو أو نتخذه أن كيه لنبا ولدا إن أنو كيه لنه الماء أن كدغنه. وكذلك السيدة بان مكاننا يعني قد ابن أمك من اليوسف نبي الله يوسف في الأرض للك دحديسة يعني أمك مني وكي بغر كالنغضي نبي إيا بغر بوضى النغضي إيا ولنعلمه إنا نبرنا يوسف من تأويل الأحاديث رؤيوي كفسر كوضى إنا نبرنا بيريب سبحانه والله يبنى غالب ألا أود بذن وياه على أمره أمر كيسه وحكوه رمان كرابو سنجرين ولكن أكثر الناس ضدك إن توضى فراها بضاني لا يعلمون السيدة مؤغا. ولما بلغ مركو قاري أشده أضيقسي مركو قاري نبي الله يوسف آتينا وحسينه يوسف حكما عقلي يفهمي يقرش الديمات بانسيني وعلم النبي النمو. وكذلك السيدة أمبان
أن إحسانك أوصى من النبي الله يوسف أمبان وفكستول انتحامه ودين تي سكوات كذا أمبان نجزي كو أبا المرينة إن المحسنين كو وناق السمينة نبي الله يوسف وينه يسوى مرني مركي أي مارت ولا ليه أبيه أنت كقاعدين مركي دمنا يدين دروا بعوني استجنا أوير ورن تامد عكرته ونفتي نبا يدين قرح سوحن أنا أنا وان صبري قف مارت السمري قف كوج صبرك في عم بان نقنية أرجع هي أنفرير مدن صبر كي يكون مجره إلهي بانا كلمة حلوة يديستا وحد سميسين بوكيره مركا هذه القاضي وكان صومرني وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب عيلك إلي كردان باقو أنك قدن بيه وها لمن كي ويلك وصوق هذين عيل دير بيكو تورين ديكو تورين إلهي كومد ديلين ساقي ونول بصفر كاسي يمد صفر كي هدو يمدو ودان تي سيو كريتي سيو بيه وغسور نانصدو ويلكنا بكسور دقيبا دي وكسور دقي نكي او ودانتا هو هاي عيل كبيها كقدون يي مركو أركويل كانوا عدو قروح بدن سيدان صومرني ناكتي واتي كفيد نوذي مركو واحد اللي يره دا قروح دا أردن نسكيد با نبي الله يوسف لسي قروح دا أردن نسكيد يا لسي نبي الله يوسف مركو سيدان درته وفرحه وكلا ببطه وحيري يا بشراي هذا غلام الله بشارة إذا كنوا ويري يرعى قروح بضان وذان تي أي إسو قادي سيدا سوير وفرحي هذا غلام وأسره بضاعة نمان كي جيت كيف ود كهيين المن نبي يعقوب هاي مركي أي أركين ويري كي إنوك عنتها قلي بينيكي وي مادين وحيدا ويري كان وهو يو أضون أنكو أنو لانا هاي أضون كاسو عاسيا سيدا درتيد با عيل لغو توري مركا واحد كدونينا أضون كي نادنقا قدتان مركا نيكي وحبو كله الشيء كله واسروه بضاعة مركا ضميركا واسروه وحلو علين كرا إلما النبي يعقوب طبان كي بلو علين كرا مركا وحي إله ذي نكي بدكت وغبتين وادون عاسيه وحي دهن وحد ربطان ونقصية سيدا درت وشروه بثمن بخس دراهم معدودة العقير بيكو قتين العق تاير عدد كيده لمشي لكن إنا يريد بالشيق وقران كو عديي وحل لي وحي اللواتن درهم به قار وحي دهن ما هلبي اللواتن يا هيد قرضة وغبة ذي سي أفرتن درهم بي أهيد بالي أفرتن كي بالي سيستي لمن كي سفر كهابا يوسف لتغي ومحنة ذي كوبا ذي كود عضوة يعني امتحان كي وغري النبي الله يوسف الله كل ما بي أهيد طيب لمن كي مصر بي تغيان حكي مادة الشام وحي سعودين مصر مصر هدين لتغي وحي دهن مارتم موها ويركن وانا قيب نكي او عزيز كاللي يراهدو واسلام تفيد مارت قفيد نوذي قبي نكي با ايبسدي والا بچار انت اللي ايبسدي مركاس لا بچاروا مركا نكي حاس كي سيبو الله دليو واسلام تي قفيد نوذي وحكو يرويل كنير يعني مقام كيسا يدرجة ديسا حير آذو كرامة وآذو قيمة مش أسيحنا يو يوحو عنا يو يهوغا وحرنا يو سفيعنو قيمة وحلقة يابا إنو بنا أنفعه إنو نانفعه أما ويلان كدقانو صادر تيد بهالكا وحيكا قاتين علماء غاركود نين كان إيا إسلام تاني ما ينردلينين أولاده إلهايين مجره أو نتخذه ولدا مركا وحير الله سبحانه وتعالى نبي الله يوسف سداسا حمها إلهي سبحانه وتعالى سببتاس إلهي أمك كميي للك إنو مامله ومصر أردن إساق أمه مدحك النغضة إيوه
inuu fasiro ru'yooyinka, ru'yadii soo arkay waa inagu soo bilowna qisada. ilaahna wax alla wixii uu doono oo amara waa fulina kun buu leeyahay waa iska ahaanayaa, laakiin dadka intooda faraha badan sidaa garan maayaan buu yidhi ilaah. nabiyullaahi yuusuf markii uu maaragtay u xoogoobay oo uu gaadhay wakhti rasuul laga dhigi karo ama risaalo, baa wuxuu yidhi eeb aataynahu xukumaa wa cilman. imisuu jiray markaas? qaar waxay leeyihiin 18, qaar waxay leeyihiin 33 sanuu jiray, qaar waxay leeyihiin mee 40 sanuu jiray. marka xukunka waxaa la yidhaahdaa xikmada, waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kaiira, qofkii ilaahay xikmad uu siiyo ilaahay qofka khayrkii ugu badnaa buu ilaahay siiyo. wa cilman waa nebinimadii iyo waxyigii ama waa ru'yadii saalixada ahayd waa lagu fasiri karaa. wuxuu yidhi sidaa wiilkaa yar aanu u darajaynay saa ugu qiimaynay unbaan qof alla qofkii wanaag sameeya unbaanu sidaas unbaan ku abaalmarinaynaa, buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. wuxuu yidhi eebba subxaana wajaad waxaa timid sayaaratun socotadii baa timid, faarsaluu waxay direen waaridahum kii biyaha usoo dhaaminayay biyo aroorihii kaasay direen, ceelka loo diray ceel la yaqaano oo macruufa buu ahaayoo safarku ay ka cabbaan. fa adlaa dalwa, markaasuu sii daayay wadaantiisii buu ku sii daayay. markuu ku sii daayay yuusuf baa soo qabsaday, qaala wuxuu yidhi yaa bushraa bishaaradaydiiyay haadaa kani gulaamun, waa wiil, wiil yarwa lam yabluq, ma gaadhin xadda takliif. wa asaruuhu, nebi yacquub baa siraystay hu oo gulaamkii iyo wiilkii walaalkood ahaa bidaacatan, bidaacad bay ka dhigeen iyo badeecay ka dhigeen iyo bagaash ay wiilkii ka dhigeenoo ninkii bay kula heshiiyeen oo dhahay naga iibso. ayagana ulajeedadoodu waxay ahayd mar uun yacquub iyo yuusuf in la kala geeyo bay ahayd. xataa culammadu qaar waxay leeyihiin haddii uu dhihi lahaa ninkan ceelka ka soo bixiya bilaash igu siiya, waxay odhan lahaa bilaash ku qaado, iska qaado wiilka mar uuna dhaafi. wallaahu ibn caliimun, alla ogaal badan weeye bimaa yacmaluuna waxay samaynayaan, ilma nebi yacquub waxa ay samaynayaan ilaahay baa ogsoon subxaana. washarow way iibsadeen oo yuusufa bisamanin, lacag bay ku gateen baksin oo yar, qiima yar naaqisa. waxaa kaloo lagu fasiri karaa bisamanin baksin, lacag xaaraan abay ku gateen. nabiyullaahi yuusuf, waayo qof xora inaad gadato waa xaaraan, intaad gadato qof xor ah oo siday hooyadii iyo aabbihii ay ku dhaleen uu yahay xor uu yahay doonnimo aan arag, intaad maaragtay maxamaha iibsato inaad lacagtiisa cuntoy waa xaaraan, ma bannaana. marka bithamanin bakhsin sidaas xaaraanna waa lagu fasiray, lacag yarna waa lagu fasiray daraahima, waxaa lagu gatay shilimo macduudatin oo la tiriyey sidaynu u sheegnay waxa ugu badnayd 40 iyo wixii ka hooseeyay ahayd. qof bini aadan oo intaa lagu gaday soo wax yar ma. wa kaanuu waxay ahaadeen fiihi yuusuf dhexdiisa walaalihi min azaahidiina, kuwa aan dan iyo heella midna kale ahayn, mar uun inuu dhaafo oo isagii aabbihii ay kala fogeeyaan intaasay doonayeen, wax kaloo u jeedani ma jiro. wa qaala wuxuu yidhi alladii kii ishtaraa iibsaday hu oo yuusufa min misra, ka iibsaday. markaa laba iib buu joogaa marka nabiyullaahi yuusuf, mar ninkii ceel ka soo bixiyey ka gateen, ninkii ceel ka soo bixiyeyna markuu masar tegey buu haddana ninkan ka gaday madaxda. wa qaala wuxuu yidhi alladii kii ishtaraa iibsaday hoo yuusufa ninkii casiiska ahaa min misra, fii misra magaalada masar la yidhaah dhexdeeda, wuxuu yidhi liimraati, xaaskiisa, akrimi daraje mathwaahu, maqaamkiisa iyo maxaa darajadiisa aada u karaamee buu ku yidhi, casaa mudan an yanfacana,
أنك إنه وحنا ترى المذيه وقف بني آذنا يحتر ولك السقية أو نتخذه إلى نكيه لأنه هو يوسف ولدا إنه ولد كيه لأنه ولا أكرت مركا يان لمارس مهاي سيفي عنو درجة بوي وكذلك السيدة ومبان مكاننا وقعن قلنا ليوسف يوسف في الأرض دولك دي هل كان سكب الله بي مركا ماذا حتيني ماذي مركي أو مصر لقيه أني كاسو يبسدي ماذا حذيه وكيد دي أباروه مركي أي سود واي سيدة قصة نوغوي من دونتا وكيد دي نيساقة بغر كيو يريبا وحن كاردي غانا يا موها لطليها يغا وكذلك السيدة أنو مارس محمد أبد باديني وبان مكاننا أقع أنقليني ليوسف يوسف في الأرض دولكي مصرها إيه ولنعلمه إن أنو برنو من تأويل الحديث رؤيوينك فسر كوضنا إن أن برنو نبي الله يوسف مركا رؤيوذ مركا واحد قران كرتا رؤية صالحة وحوايا قيب كمذا وحييكي كمذا والله ابن غالب الله ومارت وحوق بضوه على أمره أمر كيسا وكهر من كرامجر ألا له الخلق والأمر أبورك هي مارت محوها أمرك بإبائس كلي ولكن أكثر الناس تدك إن تضفرها بضن لا يعلمون سيدا موغا ولما قرتي بلغه وقاري أشده هذا يقيس مركو قاريو حقا جيركا نكاد كاذي حقا قراد كي عقلقا نكاد كاذي بان آتينا سيني هو يوسف حكما بان سيني فهمي إيا قراشو إيا فقه بانو سيني وعلما نبي نبان واسين وكذلك ساسو كالي أمبا نجزي كو أبا المرينينا المحسنين كو وناق السميينا ساسلقو أبا المرين يا أبو الله سبحانه وتعالى مركا أبا المرين تاسي ما هيني النبي نما كينيس ما نبي نما ما كينيس لكن وحي كلا وناقه كلي كينيسا ورا وضد وي طلبته هو يوسف التي تيبا طلبته هو يوسف في بيتها قرقه وكسقنا عن نفسه نفتي سيبا طلبتي أو حمان يقل محاراني كطلبتي وغلقت الأبواب الباب بدينا ويصوحي وقالت وحي تري هيت لك هيأت نفسي لك نفطي دي مكو دياريي أما هيت لك تعال بيكتري قال وحي معاذ الله إله كم قنقليا إن حمان تاسمي إله كم قنقليا معاذ الله أعوذ بالله إنه إيب ربي ربي قيوي أحسن واونا جي إيب مثوايا أنيق كرامة إذا إيوه ما درجة إذا إله وانا جي إنه أرنك وحيه لا يفلح الظالمون هو الظلم السمائي إنه مرنا بقولي سنين ولقد وحدب همت إنه دمعضي به يوسف وهم إساغن ودمعي بها يذيب الدمعي وحير إب لولا أرأى برهان ربه لولا أرأى برهان ربه ربك يسهدون حجوي كيسي أرق نبي الله يوسف لوقع هذه الفاحشة كذلك السداسان وحير إب يعني يوسف قبض باذيني لنصرف عنه السوء حمانت إنا نكلحن يو الفحشاء فالحمضة إنه يوسف وهو هذا من عبادنا الضمد النظى المخلصين إلا برحتري المخلصين يقو برحتري لبدا تفسير با وصح مركا نبي الله يوسف كوري هدو كنو لانكي لدر دار ما إسلانتي سوري ويركاس سفي عن هلو درجيو سفي عن هلو دقاليو سفي عن هلو غورقبو إسلانتي ويركو ويل آذو قرح بضان أت ونري قروح ذا ورنا بنسكت بالسي أغضب ومدك عليه وحصل مرنين كاني إنه صلاهين ولد
وقال الذي اشتراه من مثل امرأتي أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ونسن عرور لهين سداسة ولما ذكر كميدة إليه مدليس بوها قبيقي سباء كان لا يغرب النساء دمرك حتى ومدواني دمرك ومدواني مرك الناق وزير وغبو سيدي علماء قال ليه ولي وزيرك دغاله ودي النعمه ماشي وجود بيس اسكاغا سوغان ودي يدينا وعانا يريي ويركن قروح ذا بدن نا وقوش اذا كنا لي هي ضمع بائس الانتي قالي لو حنس امرني ولما بلغ اشده ومرء مارت محمد هاي دمركا ولا دغمي كروه مركا سلانتي واحد دمع ذي مركا ويركن ير إلى إمارة تهلوكو كردو أو أي حمان يضن أبدا يردو ننك يدين أي خيانتو الله أي خيانتو ويركي لي درجين أي خيانتو مركا قريو إنو وينابات قرانا يسايو وغلقت الأبواب وجمع غلوة يعني واحد جمع الأبواب وعاوية قريو الباب بدن بولها علماء حين يتضبع الباب بقوري قولها قضبك كوبات ويصوحده تضبع دي الباب قفل بيكون جس يا سوق لي كره ومجرت لبا يضع عدام بدن وقروح بدن ونعمة دي كبضتي فانت سريت اسكوك جاي لامسي يا واحد تيري هيت لك رويلو ورسوك الدياري ما هاي سو عياريت طيب مركا ماشي كسو يسد مارة محوها فالكا يدور زينو فريو حول معاذ الله معاذ الله إله أنك منقلي إله من منقلي حمان إنا السمايو أصلي فرعنا أمليهن أوه إنت سو النبي بوكو أبترسانيا إنه ربي أحسن مثواي مرك إن هدى وحلو علين كره إنك جوري يسكلها إيه بنو حلو علين كره وحوليه هاي إنه ربي وي الضم بانو هاي ويسقى يسوي يبسديه وحوي وار إيه إحسان سميجي وناقب إيه سمي واي درجة يجي مرك إنا الحاس كيس أود ضم مرة خيام الله سمي مايا أما إنه إيه بربي وي وربي جيدا أحسن مثواي أنت سو مشاكل ويقسو بدبادي إن الحمان سمايو والنعمة إلهي سبحانه وتعالى أنك كفر يا مايا ظالمنا ورقي مقوريستو ورقي هل كامر كي مرة يسو إلهي يلي يدي بعد دمع عدي ويل كاسي يربي دمع عدي إساقنا وود دمعي مركا يدو إني دمع عدي ويسكع ده وهم بها نبي الله يوسف ميود دمعي ناكتاس إنو مارت محمها وحيد دوني سنوفوري ميود دمعي تفاصيل بضم بعلمة ذو قليان وحاكم ذو هم بها قفك بني آدم كا وبشر طبيعة بشرية ميشو كجرتا ناكتا قروح ذو بضان يساو عدام بضان محمها طبيعة ذو حكينا يساينو قفك دمعه حيلا متى يمد داسي هذيكو آدو أومن أو صومن بيقبوها داركت أما عانا قبوها داركت نفتو حقا ويومي ويلا حنيسة نفتو ويرلا حنيسة سيدا سو كالواي أينو دمعي معها علماء قارو حيليهين وهم وديدنا هرت هذا اسكو قلالاتينيس وحاوها يقف كستابا حقا بشرية ده طمع ادوا قلي كره وحي لمتا هاي اديق او صومن او اد او اومن هداد اركتي بيا اد او قبو هداد اركتي وحقا نفت وي وير لا حنيس نفت اديق او صوم كي فورينين او ان اد عبتان ديار واهين بهدنا وحقا طبيعة بشرية نفت هدنا وحقا دمع باك قلي مركا ولقد همت به إن إمارة فرحة سارته يد مع ضميرك كديدي وهم بها
isagana inuu iska dafciyo buu isagana hamiyo doonay. Taana waa la yidhaahdaa lowlaa an ra'aa burhaana rabbihi, rabbigiisa hadduusan arag maxaa daliilkiisa. La facala hadii alfaaxisha, laakiin ilaahay baa badbaadiyey. Muxuu arkay, muxuu ah? Culamada waxba badan bay sheegaan, walaa taqrabu zina inahu kaana faaxishatan wasaa'a sabiila. Taasaa maarata hortiisa ku soo qorantay, maaha nabiyullaahi yacquub oo horta qaniinaya, kaasaa la tusiiyey. Waxaasoo dhan waxaa ka fiican in la yidhaah cismatu lambiyaa baa ilaahay ku badbaadiyey. Ilaa waa nebi ilaahay, nebi ilaahayna saqajaanka iyo xumaanta looma ogola. Taasaa ilaahay ku badbaadiyey. Marka burhaanka iyo daliilka la sheegayo waa cismatu lambiyaa, ambiyada ilaahay baa ilaaliyey subxaana wa tacaala. Kadalika, sida aanu uga badbaadinay xumaanta, unbaa linasrifa uga leexinaynaa canhu yuusuf assuu'a xumaanta. Xumaantaasi waxa waay in qofku maaragtay muxuu ahaaye qoftii uu fiiriyo amu taabto amu maaragtay muxuu ahaaye damac sii galo. Walfaxshaa, faxshuhuna waa xumaantii iyo zinadii oo lagu dhaco wa taasoo lagu dhaco, kaasi weeyaan. Marka ilaahay baa ka badbaadiyey, maxaa yeelay innahu yuusuf min cibaadina, addoommadanadiibuu ka ahaaday almukhlasiina, ee la barax tiray oo ilaahay uu doortay oo uunka laga doortay buu ka mid ah. Ama almukhlisiina ismi faacil, kuwii iyagu cibaadada ilaahay u barax tirayey kuwaasuu ka mid ahaa buu yidhi illaah subxaana wa tacaala. Sidaasaa ilaahay ku badbaadiyey. Weli faanoola fari kama qodno wax. Waxaa soo socdaa ka sii daran, waraawadood way damacday, oo yuusufa allatii tii baa damacday, huwa isagu fii beytihaa gurigeeda uu ku noolaa, can nafsihi naftiisayay damacday. Saa darteed baa nebigu wuxuu yidhi laba qof rag iyo qof dumar ahoo meel ku kulmaa ma jiro ilaa waxa saddexeeya shaydaan baa saddexeeya. Can nafsi waqallaqat alabwaab, albaabadii bay soo wada xidhay. Waqaalad waxay tidhi hayta laka tacaala yaa walad tacaala tacmal shaqee, sidaasay ku tiri. Qaala wuxuu yidhi macaad allah, ilaahay baa ka magangelaya xumaanta iyo faaxishadaadii ugu yeedhayso ee ugu baaqayso, ilaahay baan ka magangelayaa. Audu billaah innahu eebbe rabbi aniga rabbigayga weeyaanoo axsana eebba waa wanaajiyey, mathwaaya aniga arrimahayga buu ilaahay wanaajiyey. Ama ninkii sayidka ah ka dhig, innahu arrinku wuxuu yahay buu yidhi yuusuf, laa yuflixu adaalimuun, kuwa dulmifalayowgiihi inaysan marna guulaysanin. Walaqad waxadhaba hammad inay damacday bihi, yuusuf bay damacday, wa hamma biha isagana waxoogaa waa damacay ama waa isdifaaciyey dheh. Lowlaa an ra'aa burhaana rabbihi, rabbigiisa haddii uusan arag muxuu ahaa daliiladii iyo astaamihii hadduusan arag la facala, arrintaasuu samayn lahaa. Laakiin ilaahay baa badbaadiyey. Cismatu lambiyaa iyo cinaayatullaahi baa ku hagoogatay, ilaahay waa badbaadiyey subxaana wa tacaala. Kadalik kamaa najayna, saanu u badbaadinay yuusuf oo looga badbaadiyey islaanta, dilkii looga badbaadiyey, ceelkii looga badbaadiyey, baanu linasrifa u leexinaynaa canu xaggiisa assuu'a xumaan oo dhan iyo alfaxshaa. Faxshaha waxaa la yidhaahdaa waa dembi kabiiraah oo fool xun oon qurux badnayn, waayo qof aan maaragtay muxuu ahay xataa inaad fiirisa ayna kuu bannaanayn, inaad taabataba iska daayay, inaad fiirisa xataa ay kuu bannaanayn, inaad maaragtay muxuu ahay usoo xaydxaydato waa arrin aad iyo aad u fool xun. Innahu eebbe ama innahu arrinku wuxuu yahay innahu yuusuf min cibaadina, addoommadanadii wey
المخلصين إلى صافي إلى لبرح تري كسوك مدي هاي هل كامرك مرة يسوع يوسف وايس جاني عجوه وحكدة عجا طيب هي أنا وضع ورقة على الله نمسيدة تهدوه على الله نمسيدة توه مركا نبي الله يوسف مركا شو الباب كي وسه لنا ويسلها أرماد مارت كب أحسن كرتا وكب حي كرتا كي بيسكتو سيي لبضو ديو إسبع سنة ويس إرياناي يا مارت محمها الباب كي سلسو قاري قميس كي سي او قبي بنت قضال قبطي يكد اللاعس سانه الباب كي فك حدو إسكسي ييبا سانه أضيقي باب تاقن مش تاقن تلد وارد باقضي موي دباقضي أرنتو مركي ميش هاسو كالك قادو دو مركا واحد جواب كدور بكهلي وقل مارك نيكا رقا بتاب بتابو ليه لكن يدو مركيبا واحد بحسي جوابا عادي هم مركيبا بحسي طيب وهي ريبا وستبقى ولا ترتمي ولا برتمي البابا الباب كيبا لو برتمي وغلغت الأبواب الباب ذوي بضناي هل الباب وي هلو برتمي الله ترتمي وقدد وحي الدلاع عيسي قميصه قميص كيسي شرقي سيبي الدلاع عيسي من دبور حق الدنباء اللي انمارت ويدبور ديسي وحيك عانت اللقار دي قميص كيبك عانت اللقار مرقاس مارت صعد وفتوي الدلاع عيسي وألفيا وحي لكل من سيدها زوج كذي يوضي كذي بي لكل من لدى الباب الباب كأكتي سالك لكل الباب كأدو فكسي وابا كان وضيقي بهالك تاك تلو عدو غصنطة سيقود دبالتي لقيسها دبا قال دو حي تيري ما جزاء من قف أبالكي محوية هاي أراد الدوني بأهلك أذيك أهل كاك سوء حمال الدوني محوية مركي تاس سكتي بوحي تيري حكم كيني يمارت يدي بحاكم هذا النقطي وحي تري وح كله ونك أهل كاجا حمان لضون وح كله لقصة ما ينكر مجرو إلا إن يسجن إلا حرو حبس جين لدقو أو عذاب أليم أما صح لو كرباشو صح لو عقابه صح لو عقابه مو يانا وح كله مجرو سومالي ذو وحياه إسكشي عند عدوينا لما أضيع وقبري رقبي يا ويل يربي وعورة تالي نين أدونا بحوله الرعي جرميل وبينا ويقدر قنايين مركزا شو قبري أضيع واسكا عنا يريا كل بلغة يابده واسكا قرني ساي مركا نين كان المارث محموها يمرق كوسنبا وحقا دمعيه كقالي قواري سيد إسلام دانو كالي دمعه كقالي دمع مركو كقالي وديدي ساقن مركو ديدي دو مركا يعني سيرتو دو حل قاري كرما نو إيمان دون تا إنك إيدا كنا عظيم وضيق بيكو دعوة إيسا واحد تيري أردال كان حن إميال أنك قصو كاذية أن الله أما أنا تقع أما إساقا تقع وضيق قرارتي كقردك تي نجيب صغا بتي انت اللي حير حيري بحيني يهلا قطم سي لوتمي لوتمي ومن تقعي مركي أهوب صدي إنه نن كان دفان ماي رجعني ما كوه كدم بينين إسك سيدا مركي أنا كم إسك رفاضة إسك كذا نوا هذا مركي دم إسك بوك سدي إنه أرجوس تدمع مركي سكر وحسبي نكر إن رو بيا بوا هاي الضباش يروح يقانا ويركي يرى وتم كإسك صارتي توجي وحول قال محمها وبيجي جد وبيجا برتن كيسة كوي على دلة دي سولف وراي ورويل كم عاكو زيد دينيسة هذا قال الله توما وحقلو كوب بادي كرام مجر هذا وين الله توما هذا قال الله سوقفت حالي بالويل كيريو هذا قال تويل كير با أير هون بل هذا قال هلا خارجيو هذا قال الله توما ما ملي ما قاري أنا ماشي وقارتي ولي ما قاري سي لوتوما 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 مركي
وماشي قدام بسير ياسيه يا وحيري ويركي انتو ساو قبطي هو بيقى كسي دايي يا وحيري وضيقي يوتمن يا ويلكي يوتيم بضي يعني قوة تقي تلا حاولي نبو وطنو خلي مركا وادي بدنيهن دمركو ماركتي ما هاي خيام ضدنا وبدن تهي مركا واحد تري نك أهل كاجو حمال للدوني أديك وزير كي دما حاس كاجي نك حمان قدام عي نك جزيز محوية وإن أما الحرة وحبس وكؤرة أما وإن مارت اللي كرباشو لبدا واحد هاي ماله حكم كي واي تورت مركا ماشى مرينا يسوع نبي الله يوسف ده محل قدبون إنه سنس دفاع سوما قال وحيري هي يا ضيا راودتني ضربتي عن نفسي أي ضا الدمع ذي وحنا الدليلة أنا إلى الأردي يدنا يدب أردي سي قميص كي يكون وقذالك جحية ترى بالدليل عاد لبا وشهيدة وحمر خاتك عي شهيد مد مرجها من أهلها أي ضا أهل كيدي كمده قد بيوق قال إن مارك إسحاق سلانت قف يد أهل كذا يا مرخاتك عي ريو عنو قرب وهبا ليري أو دادي لو واحد اللي لها بأنجارين إلهي بقى واحد لنا يا سبحانه وتعالى مركا مرخاتي باوحوا لي هاي إن كان هدوي يا هاي قميصه يوسف قميص كيسة قد مثل الدلاعي من قبول حق هوريها دي لقد اللاعيي فصدقت يدارون شيغيسة وهو يوسفنا من الكاذبين بين عيالكو كميديا وايو حتى قميصكو هالكا كجي حانيا هاي ساقا وير ارتمي نكو محرر كا اساقا واي طيب المحو هاي يدارون شيغيسة ساقا نبين بشيغي وإن كان هدو يا قميصه قميص كيسو هدو يقود مثل الدلاعي من دبر حق دنبا فكذبت يدا بين شيغيسا وهو يوسفنا من الصادقين وكمده نكي مركا حسما يبعينو قميص كي فيريا سوما قميص كدل فيريا دي بوك جاحين حق دنبا يقضال بوك جاحين يحي فلما قرتي راو أركي ninkii odayga ahaa ee islaanta qabay markuu arkay qamiisahu yuusuf qamiiskiisi oo qudda la dilaaciyay min duburin xagga dambe qaala wuxuu yiri innahu min kaydikunna arrintani waa dhagartiinni iyo shirqoolkiinni haddaad dumar tihiin wa dumar haddaad tihiin shirqoolkiinni weyaankani waxba aysa dhidhihi ninka ehelkaaga xumaan la doona in la xidho ama la cadaabo sheekooyinka waxba kama jiraan إنه من كيدكن إن كيدكن دغرتينا شرقول كينا عظيم ووين صادرت هذبة شيطان كمركو إله كو الرمي إن كيد الشيطان كان ضعيف أبو يلي له هل قد نمحير إن كيدكن عظيم ضمرك شرقول كوضو وخطر بدنيه آد إيا آد يو خطر بذيه حيالي كرتا وحي ربطه إلى إمارة محموها إنت كوكوسو ميسو كان قرهش هادنا كان قرهشو بي إمارة السمين كرتا وا قفتي يدا الضالي ماذا يا يدي بانا إسكرد جيسا إن لغا قردنا يا مظلومة دايتا إسكرد جيسا نكو أضيقاه يوسف الله اللي رنتي بوء قادي اللي وربحين عد باميشة لغوهاية تغرير عد وحو يري يوسف يا يوسف وريوسف هوي أعرض كجيتسو عن هذا أمر كان كجيتسو أمر كان يونا عديقا كوداف أفكاقا شرطة السارو عديقا يو كوداف يدي بهادنا كجيتسو دو وحو يري واستغفري مهاي رالي قلين كبحي لذنبكي ذنبك أن أتسمى يسير هالي قرين كبح
inay iyagu gaalay ahaayeen wastaqfiri dembi dhaafo tawba keen hadda looma jeedo ee waxa loo jeeda dembigii iyo xumaantii aada samaysay raalligelin ka bixi oo ka soo noqo innakii adiga kunti waxaad ahaatay min alkhaati'iina kuwii gefay kasaad ka mid noqotay ka soo noqo buu yidhi marka sheekadu way socon doontaa way soconaysaa wastabaqa albaaba albaabkii bay u tartameen waqadad qamiisahu qamiiskiisii bay ka jeexday min dubirin xagga dambe waalfayaa waxay la kulmeen sayidahaa odaygeedii bay la kulmeen ladalbaabi cinda albaabi albaabka isagoo agtiisa taagan qaalad waxay tidhi maa jazaa'u man qof muxuu yahay abaalkiisu araada la doonay biahlika adiga ehelkaaga suu'an xumaan adoo sharaftaas leh ninkii ehelkaaga hungureeyee haweystay ninkaa muxuu yahay abaalkiisu waxay tidhi laa yusjana in la xidho oo mase cadaabun cadaab aliimun oo kulayl badan mooyaane in aada loo edbiyo oo aada loo karbaasho koronto lagu gubo maahane wax kale miyuu yahay abaalkiisu qaala ibraahim wuxuu yidhi yuusuf hiya iyada raawadatnii damacday can nafsii naftayda iyadaa damacday washahida waxaa markhaati kacay shaahidun mid maraga oo min ahlihaa ehelkeeda ka mid ah inkaana wuxuu yidhi shaahidkii inkaana hadduu yahay qamiisuhu yuusuf qamiiskiisa qudda mid la dilaaciyey min qubrin xagga hore fasadaqad iyadaa run sheegaysa wa huwa yuusufna min alkaadibiina kuwa beenta sheegay buu ka mid yahay waayo asaga maaragtay islaanta baacsanaayey wa inkaana hadduu yahay qamiisuhu qamiiskiisa qudda mid la jeexay min duburin xagga dambe fakadabat iyadaa been sheegayso iyadaa weerarka waday oo iyadaa weerartamaysay wa huwa yuusufna min asaadiqiina kuwa runta sheegayuu ka mid yahay fii qowlihi hiya raawadatnii can nafsi uu yidhi isagaa run ku sheegaa falamaa goortii raawa arkay qamiisahu qamiiskiisii markuu arkay qudda in la jeexay min duburin xagga dambe qaala wuxuu yidhi ninkii islaanta muhay qabay wuxuu yidhi innahu arrinkani ninkaydi ku nawa waa dhagartiinnii iyo shirqoolkiinnii wa shirqoolkiinna innakayda kunna ee shirqoolkiinnu cadiimun aada buu weyn aad iyo aad buu u weyn yahay isagoo sidaa nabiyullaahi yuusuf uu beri u yahay baa haddana xukunkii ay riday ilaa an yusjana maaratay yaa lagu qaadi doonaa waa la xidhi doonaa waa la xidhi doonaa dayib wuxuu yidhi yuusufu war yuusufow arid ka jeedso an haadaa arrinkan yuuna maaragtay muxuu ahaa adiga ku dhaafin wax af soo dhaafay dee ma ammaan buu leeyahay ammaanba ma lehe nin baa habeen gud curaho madow farta saa u taagaale fartaag baa loo bixiyaale yaa marka wastaqfiri naa adigana ka tawba keeno raalligelin ka bixi lidembikii xumaantan aada samaysay innakii adiga kunti waxaad ahaatay min alkhaati'iina kuwa gafay baad ka mid noqotay dayib marka warkii isaga hala qariyo uu yidhi markiiba magaaladu qabsaday markiiba magaalada yuu qabsaday warku wuxuu ammaan leeyahay intuu qofka afkiisa ku jiro buu ammaan leeyahay afka hadduu soo dhaafo bas waa magaaladii buu qabsaday dumarkii oo dhan baa maaragtay isdhex mariyey waxay noqotay xadiidu saaca wax lagu sheekaysto oo maaragtay lagu manqaxay noqotay dumarkiibaa marka eed u soo jeediyey islaantii darajadii iyo manqabkay joogtay iyo wiilkii yaraa miskiinkaha ee addoonkeeda ahaa inay maaragtay wax ka doontay tiibaa deedna la faafiyey wa qaala wuxuu yidhi niswatun dumar oo fi lmadiinati magaaladii masar ku suganba waxay yidhaheen imra'atu alcasiis ninkii wasiirka ahaa islaantiisa turaawiddu waxay dalabtay fataaha
أدون كذي عن نفسه أدون كي يرابك بحسن واي غد شغفها وحضب ولي هاي ها أو إسلانتي حبا بوضب ولي شغفك وحل إله هذا حب كيري كجارا وضنها كسالي له يعني حبك هي كالقعائل كويل كأقادي هل كاسو قاري إن أنك بيدهن دمرك لن نراها وحنكو أركينا إسلانتا في ضلال بادي قدهن مبين نعد قف وين بإسلانتا سيقا شيء أو شر يدي با شرف ديرتي وضيق يدي با شرف ديرتي مسكين كيرا بيكو حد قدبتي هل كاسا ديدنا دمركينا أيانا يكبس كعيان مركي أغاتي مرك إنا عقاها دوبة كل جرتو يأيضانا حدنا وحي سميسي حقر سكالي سميسي وقصة النبي الله يوسف مباهنا إن ملك الأولى لحظة قرآن كامارة قادة ديغي وقال نسوة تنبا وحي يدهن وفي المدينة كسوغان وقال دي مصر هيد وحي يدهن امرأة العزيز نكي وزيركها سلانتي حاس كي ساهيد تراود وحي الضلبتي فتاها أدون كيذي كاسي الضلبتي عن نفسه نفتيسة وتيتر مارتي هيت لك قد شغفها قد وحربها شغف ينو الضبولي ها إيضا حبا كالقعلو أي ويلك نقادي بقلب يد الضبولي إنا أننا لن نراها وحانو أركينا إسلانتاس في ضلال بادي قدهد مبين نعاد طيب وحالي إنك اللوغة كاقبة حقا شالك قبة سلانتي مركة وحي السمايشة شرقول بيضان ملايكتي وحي السمايشة عسومت دوركي أرنتا كفي دي بي عسومت دي أغوية دي وحي أصار ديكتي وحفر دي عربية دي ومالغو تير سدي وحي السمايشة وح مارثم وحي كانتي حيابهن مارثة خضارتا إلا دلدلاعيو أما هرب بيخانتي قف كستبع مرقاسي ديدنا صحن كيدي أي سيسي من دي حيري سنة ويودح ديكتي مركي ديدنا الله بالله بيهوش ومدو البابا ماركتي أي نحوها وحي أي عريسي أي مديدي كد الله عسنة يسو با يوسف وميلا يكو قرين يسو يكو قبرتي بعد يوسف صباح يوسف هدو صباح حيبا قرح برق جوقته ويكون نغطي دمرك هذا يساو في ريان با وحي سمينين بحدا قرموا فريه بس كد الدلاعيين إلهي كي يلاهدين كان بني آدم بمايه كان وابا ملك شو أي كي يلاهدين وي واحق روح ذا بضانا ملك بالغوت الماما وحفوش حنا وحلغوت الماما شيطان شيطان طيب مركة هواينك مركة وي كقرهش وي كقرهش هواينك سرطو عيار ما فلما قورتي سمع ذي مغشي بمكرهن الدمركي إنه يكون شيء كيسان ايان ويكون عيبين ايان وهي أي سمايسي بي أرسلت ديرتي إليهن الدمركي بي أدرتي دات يكي إيسو إيسو ياري تيري واعتدد وحي أدياريس لهن دمركي متكاءن مالي كتير سدان فدي عربات يبركي موي وحياوها سيودياريسي وآتت وحي سيسي كل واحدة مثل الأرك كل جيد ومنهن دمركي كمدة سكينا وحي سيسي بهل من دي ملق موي كريم ولبا ملق آسو كريم ولبا فيعان موياني وحكا لما طيب مركة حكمة إله إليه وقرنا في بيوت كنا قريها قريه نتشوغنا تنى مارت محمهاي وتلمامي سببتها قفتها دي بحضو وي مارت محمهاي سوقها دي أي لنا عيادنا كقش وضيقين الصباح دا دقاجيو وحيار كيسا وضيقيا دي ننكر دلال بضن ننكر دبن فيعن ننكر دقال بضن ننكر دلينير بيار كيسا مركة أريد مركة وحلقيا با إنه خطر كينتو
oo gurigii iyo reerkii dowladdii yare dhisnayd inay ku burburaan. Berri hadday siday kaa rabtay, hadday kaa weydo, waxay ku leedahay niyo aynu maartay maxaa isu dabaylino kaasay ku oranaysa. Tayib, halkaas bay maartay maxaa qofti dumarkii waaba yaabeenba iyagii baa maartay indha sircaad baa ku dhacay wax la yiraahdo. Marka waxay dhaheen kan maba aha bashare, waa malag aad u fiican bay dhaheen weliba. In hada ilaa malakun kariim, waa malag fiican. Marka xujadii way ka heshay soomaa qaalad, waxay tiri fadaalikunna kiinaas alladii kii weeye lumtunnanii fiihi, adigu ceebayneyseen adigu canaananayseen weye kan, maxaad faraha isu wada dilaaxiseen, bal ka warra hal mar ooda aragteen baad faraha isu wada jeexjeexdeene, ninkaas qoftii gurigeeda bal ku noolaa ka war ya, qoftii gurigeeda iyo goosheeda uu ku noolaa bal ka war. Walaqad waxaa dhaba bay tiri raawatu inaan damcay, anaa damcay haddaa ina maxay lahay ma jazaau man araada biahlika suwan ila an yusjana cadaabun aliim. Dhegaysa haddana warkeeda, walaqad waxaa dhaba raawatuhu inaan anagu damcay can nafsihi yuusuf naftiisaan damcay fastacsama waa idiiday famtanaca waa idiiday. Hadday marka goodii hor la bilowday islaanta waxay tiri la wallaahi aan ku dhaartee la in lam yafcal hadduuna samaynin maa aamuruhu waxaan faraya hadduu samayn waayo hayta lakawa hadduu samayn waayo la yusjananna waa la xira walaa yakuunanna wuxuu ahaanayaa min asaaqiriin kuwa dullaysan buu noqonaya kaasuu noqonaya. Halkaas hadday marka cadaysatay isagoo waxaasoo maaragtay markhaatiya lahayo ba haddana yuusuf la xidhay ka war. Halkaas marka dumarku hadday ku daba dhigtaan khatar weeye iska jir waay. Falamaa goortii samicad ay maqashay bimakrihinna shirqoolkoodii iyo sheekadoodii iyo dacaayadoodii bay arsalad u dirtay ilayhinna, dumarkii bay u dirtay qof ugu soo yeedha waactadad waxay u diyaarisay lahunna dumarkii mutakaan meelay ku tiirsadaan ay ku dengiigsadaan si ay si raaxa ay maarta cuntada u cunaan. Wa aatad waxay ula timid kulla waaxidatin mid la arka kulligeed oo minhunna dumarka kamida sikiinan mindi af badan. Wa qaalad waxay tiri ukhruj soo bax yuusufow calayhinna dumarka korkooda usoo baxayt. Falamaa goortii ra'aynahu dumarkii arkeen yuusuf bay akbarna akbarnahu way weyna maskaxdoodii buu ka weynaadayba maskaxdoodii. Waqadacna waxay dildilaaciyeen aydiyahunna gacmahoodii bay dildilaaciyeen iyo farahoodii. Waqulna waxay yidhaahdeen xashaa lillaah ilaaha ceeb leh ilaah hufufane ma hada kari ma ahaanin basharan bini aadan kan maba ahaba bini aadan. Nebiguna wuxuu tilmaamay nebiyullaahi yuusuf in la siiyey quruxda oo dhan niskeed baa la siiyey, nebigana quruxda oo dhan baa la siiyey calayhi salaatu wasalaam. Marka waxay dhaheen basharba maah, in haada ma haada kani ma aha ilaa malakun malag mooyaane malagaasoo kariimun wanaagsan weliba. Malaa'igta naftigoodu way kala sarreeyaane waa malag aad u wanaagsan, saasay yidhaheen. Qaalad marka waxay tiri islaantii ilan meeshaasay maaragtay albaab uga furmay fadaalikunna kaas alladii kii weeye lumtunnanii adigu ceebayneyseene igu canaananayseene igu hayeertaynayseen fiihi isaga dhexdiisa. Walaqad waxaa dhaba raawatuhu inaan damcay huwa yuusufa can nafsihi baan damcay fastacsama famtanaca waa diiday walaa in lam yafcal hadduuna samaynin maa aamuruhu waxa aan farayo la yusjananna walli waa la xidhi walayakuunna wuxuu ahaanayaa min asaakiriina kuwa dullaysan buu ka mid noqonaya. Marka
islaantii markaa waxay tidhi haddaaban ka rabaa hawshaas iyada inuu fuliyo, hadduu fulin waayena isagay u taalla, isaga ka maali doona. Dumarkiina way ku raaceen, dumarkiina way ku raaceen oo way ku taageereen arrintaas iyada ah. Marka Yuusuf maxaa la gudboonay? Inuu Ilaahay u cawdo. Wax kale oo meesha yaalla ma jiro. Qaala wuxuu yidhi Yuusuf, rabbiyaa rabbi, aniga rabbigayow, assijnu xabiskiiba axabu loo kalgacayl badan yahay ilaya aniga, mimaa yadcuunanii, waxay iigu yeedheen ilaahi isaga. Oo waa maxay faaxishadii inaan sameeya? Waxay tidhi walain lam yafcal maa aamurhu layustanan walayakuuna min asaagiriin. Wuxuu yidhi waxaa aniga maaragtay aan ka jeclahay intaan xumaanta iyo faaxishada ku dhici lahaa in la ixidho.